السلام عليكم ورحمة الله إخوة. اليوم غنوضح لكم الطريقة الصحيحة باش نرجع إلى الخلف بشاحنة طويلة، يعني قاطرة والمقطورة. ما كتلاحظوا في الصورة عندي قاطرة والمقطورة زدت لقدام، وغادي نخلي واحد المسافة ديال 1.50 ما بين الشاحنة ديالي وجوج المقطورات، او لا مهم تقريبا مسافة 1.50 او لا جوج الامتار، يعني كان على حسب اليمين شنو عندي، واش عندي السيارات مركونين او لا. من بعد كندور الفولا على اليمين، ندور الفولا اليمين حتى للرأس، يعني نبقى تندور، وغادي نزيد شيئا ما شي شوية القدام حتى يبقى تبان لي هاد المقطورة الحمراء على اليسار ديال المرآة ديالي، يعني الخط ديالها اللي على اليسار يبقى يبان لي. وديك الساعة شنو غادي ندير؟ انا عاود نبقى نقاد الروايد، وانا كندور كنقاد الروايد على اليسار، كندور الفولا على اليسار، وكنزيد القدام شيئا ما، يعني نبقى نزيد حتى نشوف المؤخرة ديال المقطورة ديالي غتبقى تبان لي في المرآة، غتبقى تبان لي قربات توصل المقطورة الحمراء اللي على اليسار. ديك الساعة من بعد ما انتم تلاحظوا في الصورة، من بعد ما كنقاد الروايد وكنزيد القدام في الزاوية 45، ديك الساعة غادي نقلب كل شيء على اليمين، يعني الفولا ديالي كما تلاحظوا في هذه الطريقة. ديك الساعة نقلب الفولا على اليمين حتى للراس، ونبقى غادي كنرجع للخلف حتى نشوفها تقدت، يعني بدات تتقدم مع المقطورات. وديك الساعه غادي نبقى ندور الفولا على اليسار نقاد الروايد، كما تلاحظوا القاطره كتتقدم مع المقطوره كتبقى ترجع، اما تلاحظوا يعني غتبقى غادي وكندور الفولا على اليسار شيئا ما. ديك الساعه تتنقاد القاطره مع المقطوره، بعد تولي متساويه، وديك الساعه نقدر نزيد شويه لقدام باش نقاد الروايد ديالي، باش نزيد نقادها مزيان باش نبقى يبان لي المرآه على اليسار المقطوره الحمراء، وعلى اليمين ديالي تبقى تبان لي المقطوره الاخرى، باش نقدر نسيطر زعما على الشاحنه باش ما نقيش لا قاطره على اليسار ولا على اليمين. ديك الساعه نبقى نرجع الى الخلف بشويه بشويه، يعني دائما كنقولها للمشاهدين، كنقول للاخوان يعني ديما رجعوا بشويه عليكم، عمرك تزرب قاش فيها فاش كتزرب. انا لاحظتها فايت درت زربت يعني، وكان تهرب لي المقطوره، فاش كتكون غادي بشويه ما كتتحكم في المقطوره ديالك، ما كتخليهاش تهرب على الخطيره، يعني التراكتور ولا رومور كيبقاو يكونوا متقاربين، باش كتكون غادي بواحد يعني واحد السرعه قليله بزاف. وحتى المعلمين اللي فايتين في الدومين واللي يعني كنت نلاحظ منهم ناس قدام ديما كيرجعوا الى الخلف ببطء، يعني كيمشوا بواحد بشويه وتيجيبوها مقاده، ولكن فاش كيزرب الواحد ضروري كتعوج ديك الساعه، خصك تخرج للقدام وتعاود ترجع. هذا بالنسبه للمبتدئين في الاول، ولكن غادي تولفوا ان شاء الله. كما كتلاحظوا الشاحنه هي تقدات، الا ما كانتش مقاده كنزيد القدام ورجع للور. هذا فيديو توضيحي، وغادي نوضح لكم واحد الفيديو دابا، يعني هذا غادي تلاحظوا فيه كيفاش ترجع الشاحنه الى الوراء، يعني بشويه. نتمنى ان شاء الله تستافدوا، اللي مبتدئ ان شاء الله يستافد، حنا بغينا نوصلوا الميساج للمبتدئين ان شاء الله باش يزيدوا القدام تا هما ويوليو يسوقوا مزيان. انتم كتلاحظوا دابا راه كنقلب الفولا على اليسار، يعني كنقاد الروايد، نقلب الفولا على اليسار باش تقاد لي المقطوره، يعني باش فاش تنزرب راه كتهرب، كما تلاحظوا راه زربت شويه راه كتهرب، ولكن فاش كنمشي بشويه فايت مشيت بشويه، والصعوبه كتكون هي فاش ما كيكونوش جوج المقطورات. فاش غادي يكونوا جوج المقطورات وغديرها في وسطهم راه هذيك الطريقه سهله، فاش غادي تولفوا هي السهله. انا دابا بالنسبه لي واخا تعلمت كنفضل نلقى جوج المقطورات باش نديرها في وسطهم من الاحسن، لكن فاش كيكونوا الخطوط هكذا
راه ما كيكونش داك الشيء واضح مزيان. يعني من الاحسن يكونوا جوج مقطورات، مع المده غادي تفهموا الضم ان شاء الله. ودابا غنزيد نوضح لكم في هذا الفيديو، غادي تلاحظوا بصوره من يعني ثلاثيه، غادي تشوفوا كيفاش كترجع الشاحنه وكتستاسيوني ما بين جوج شاحنات. هذا بالنسبه الا كانت الشاحنه غادي تمشي في هذا لونغ يعني، ولكن الا كنتي غدير كونتر ما راه صعيبه القضيه. كونتر ما يعني الشاحنه دابا كما تشوفوا غدا الا كانت غادي تجي من الجهه الاخرى وغتستاسيوني على اليسار راه صعيبه شويه، خصك ضروري تهبط وتشوف، اولا عينك ميزانك كتدخلها وتعاود تخرج حتى تتقاد الروايض وتقاد المرآة. المهم هذه هي الطريقه السهله، هي ديما تشوفوا وتحاولوا ديروا الطريقه. المهم انتم كتلاحظوا الشاحنه مشات ودارت زاويه 45 يعني مشات على اليمين، عاوتاني قدت الفولا على اليسار وكتبقى راجعه وهي كتقلب شويه الفولا على اليسار، يعني كنقرب ما امكن الى الشاحنه اللي عندها التراكتور بالاخضر، يعني من الاحسن تقرب لها ما امكن باش كتفادى تقيس هذيك الشاحنه الزرقاء لحقاش ما كتبانش في المرآة. وهكذا كنبقى غادي وكنقد فاش كندخل كنشوف راسي دخلت كنقد الروايض ديالي كنجمع الفولا اليسار، يعني كنبقى نجمع اليسار حتى تتقاد لي الشاحنه. وإلا شت راسي ما مقاداش، إلا شت الشاحنه غادي تقيس يعني هاربه بزاف خلات المسافه على اليمين بزاف، غادي نخرج، غادي ضروري غادي نخرج حتى لبرا، يعني نخرج لقدام نتسنى الا كان شي واحد جاي غادي نتسنى حتى يدوز، وغادي نزيد لقدام ونقاد الروايض وغادي نرجع غير بشويه للخلف، يعني نبقى راجع للخلف وكنقاد، يعني كنخلي هاد نفس المسافه اللي على اليسار هي نفس المسافه اللي على اليمين ديما نفس. وديك الساعه فاش كتقلب على اليسار راه كتهرب لك لا رومورك على اليمين، ولا قلبتي الفولا على اليمين كتهرب لك لا رومورك على اليسار. وفاش كنوصل للراس راه كنسمع الطرن في لاكي، اولا كنشوف كنبقى نكسيري وانا راجع للخلف وكنشوف القطيره ما كترجعليش وقفات يعني في الحد ديالها. وهذا الشيء اللي بغيت نوضح لكم، واللي بغى شي سؤال مرحبا، نتمنوا تبارطاجيو الفيديو الى عجبكم ان شاء الله باش نزيدو نديرو فيديوهات جداد، والسلام عليكم ورحمه الله.